فصمك قاضي كانت نقطة انطلاق كبيرة. صح. وحتى اللبناني يعني بحبه كتير، لون عيونك غرامي وكتير أغاني لبنانيين. يعني كمان آخر إصدار مكسرة الدنيا، أغنية جديدة حغنية إن شاء الله. تسمح. طب في كمان أغنية بعد آخر إصدار، أنا عارفة ده أول تعاون مع عزيز الشافعي. صح. أغنية جديدة هي الأغنية السينجل اللي حتنزل هلأ قريب. أغنية اسمها تيجي ننبسط، وحلوة، أنا بلاقيها حلوة، اخترتها لأنه حبيتها وحسيتها، وإن شاء الله توصل بذات الإحساس اللي وصلتني توصل للناس، وفيها طاقة إيجابية وفيها كل شيء حلو.